أننا ندعو لانتقال سياسي استنادا للقرار 2254 الذي ينادي بتشكيل جسم انتقالي يحافظ على وحدة السوريين وحدة سوريا وسلامة أراضيها. إن حراكنا الشعبي هذا يأتي في سياق الحراك الجماهيري السوري الذي يتجدد ضد الاستبداد ومحاولة التقسيم في شمال شرق سوريا وفي جنوبها في السويداء ودرعا. ونعلن كسوريين وحدة المصير مع أخوتنا في درعا.